الأهلي يكتفي بهدفين في شباك القطن الكاميروني المتواضع المستوى في شوط أول فرض فيه الأهلي سيطرته وتمكن من إحراز هدفين بكل سهولة. كابتن شريف، فوارق كبيرة جدا جدا ظهرت في الشوط الأول برغم أن هو برضو الأهلي مش في أفضل حالاته. فوارق كتيرة جدا حتى في بعد إحراز الهدف الأول. احنا اتكلمنا قلنا أنت اللي بتبقى انت اللي بتفرض نفسك على الملعب وتفرض كل حاجه، طب بعد ما جبت الجول برضه رجعت هدينا شويه لا بترجع لقصه عادي بنلعب بهدوء وكل حاجه، ما طلبناش ان في حد يتعور، ما طلبناش اي حاجه، لكن الرغبه التهديفيه تفضل في كل هجمه موجوده. لما محمد طاهر يعدي من ناحيه الشمال يفكر يشوف الجول، ادام مش لاقي حد بالعرض ابتدي افكر لروحي. انا قلت لك قبل الماتش انا عايز اثنين النهارده يبقى عندهم الثقه رجعت لهم. برستاو ده معانا اوكي ومحمد شريف معانا مش هنقيم ولا حاجه، انما طاهر وكندوسي محتاجين عوده ثقه. الحقيقه طاهر النهارده عامل مجهود، كندوسي الحمد لله ربنا بارك له وجاب جول واشترك عشان عنده الرغبه بيفكر انه يخش في المنطقه ويحط جول. بقيه الفرقه كلها لازم اخلص انا هروح العب الناس دي هناك وانا رايح ابقى شايل في جيبي خمس ست جوان مش مديهم فرصه يفكروا هناك على ارضهم غير انه بيلعبوا ابطال افريقيا بجد. يعني يبقى بيلعبوك للاستمتاع للوجود لتمضيه الوقت لاي حاجه. وهم الناس لما النادي الاهلي بيروح هناك او اي حاجه الناس تبقى فرحانه انها بتشوفك هناك. نرجو مش عايزين نتعور، مش عايزين اي حاجه، مش عايزين الريسك، ولكن ما تمسكش الكرة في رجلك كتير عشان ما يضغطش عليك كتير عشان ما تتعورش. وده اللي احنا شفناه في الشوط الاولاني، انت من السهل جدا انك تمرر الكرة والرؤيه تبقى يعني الراجل وهو بيتحرك لك لازم تلعب له الكوره، مش لازم انا ارقص الفرقه كلها اعمل نفسي هعمل الثرو وبعدين اروح قاطم لجوه الاقي كل فرقتي راحت اوف سايد. لازم يبقى في رؤيه سريعه جدا للتحركات بتاعتك، لانك لما تجيب الجون الثاني والثالث انت كلاعب هتستريح نفسك مش الفرقه بس. فبالتوفيق الشوط الثاني ومبروك الشوط الاولاني. كابتن علاء، تقدم منطقي للنادي الاهلي الشوط الاول. تقدم منطقي جدا بس كان ممكن يبقى اكتر من كده. ان فريق القطن الكاميروني احنا اجتمعنا كلنا هو فريق متواضع تماما. متواضع يبقى لازم في الوقت تبان. متواضع ماليش دعوه، هو متواضع. لكن انا ما هداش بعد الهدف الاول، انا قلت نجيب هدف الاول سريع وبعدين نهدى وبعدين نكمل تاني. لكن الفرقه مدياك كل حاجه انك ما تهداش حتى، فريق مستسلم تماما. فليه ما عملش سكور عالي قوي النهارده؟ ليه لا؟ يعني هو الكلمه ليه لا؟ ما فيش اي معوقات قدامك. فريق متواضع الحمد لله، الامور كلها ماشيه معاك كويس قوي، وهدف بدري في هدف تاني. فطبيعي ان شاء الله النهارده اعتقد يعني كولر لازم يعني بين شوطين يتكلم ان هو لا لازم ضغط هجومي قوي جدا من الشوط التاني. ابدا اكيد نتيجه 0-0، دور على هدف واثنين وثلاثه، فرصه تعمل سكور كويس قوي تستعيد بيه ثقتك. اهم حاجه ايمن اللي بيسمع النتيجه ما بيسالش على الاداء، النتيجه بتقلقه. فمهم قوي النهارده انك تزود نتيجه قد ما تقدر مع فريق القطن الكاميروني. صحيح. كابتن اسامه، النادي الاهلي فرض اسلوبه الشوط الاول على القطن الكاميروني، ولكن فوجئنا في بعض الفترات ان النادي الاهلي بيلعب من نص الملعب. ما استمرش في الضغط بعد الهدف الاولاني. يمكن مستر كولر في ماتشات تانية كان على طول الهجوم فالدفاع بيفتح شوية. ده سبب رغم ان فرقة القطن مالهاش رغم ان فرقة القطن مالهاش خطورة خالص. الحاجة التانية ان ممكن يكون عايز يجيبهم، يعني هم بيلعبوا باسلوب متحفظ قوي. يعني هم اساسا فرقة القطن بتطلع الطبيعي انه بيهاجموا من قدام، الطبيعي بيهاجموا من الامام ودفاعاتهم تتفتح قوي. هم خسرانين 3 على ملعبهم وخسرانين 2 من الهلال على ملعبهم، النهارده بيلعبوا من نص ملعبهم كلهم بيلعبوا في الثلث الاخير او في نص ملعبهم عشان يقفلوا المساحات عشان الخطوط ما تتفتحش اكتر من اللازم. ومع ذلك النادي الاهلي بيوصل بكل سهوله من ناحيه طاهر وعلي معلول، من ناحيه هاني ويمكن وبرستو اقل شويه، لكن الناحيه الثانيه شغاله. اكتر من كره ضايعه، حمدي فتحي وهدف العارضه، شريف كان في واحده اشتراك الراجل اشترك معاه عملها براسه، الكره الاخيره لبرستاو، يعني في اكتر من هجمه. فانا شايف انه النادي الاهلي الجون الثاني ريحه جدا،
غير 1-0. انا شايف ان الشوط الثاني الاهلي ممكن يضيف هدف واثنين وثلاثه بكل بساطه، ويريح كمان اللعيبه اللي ممكن تبقى مجهده شويه وعليها حمل كبير، زي علي معلول، زي ممكن حمدي فتحي، زي ويلاعب مروان، يلاعب محمد اشرف، يلاعب حتى لو عايز يجرب النهارده برونو سافيو. يعني عنده فرصه ان نقدر نضيف اهداف وناس كمان تريح. فماتش في متناول الاهلي خالص، واعتقد ان ممكن نتيجه توصل لاربعه او خمس اهداف. كابتن بلال، توقعت ان بعد احراز هدف ممكن مستر كولر يلعب بالاسلوب اللي هو شفنا في بعض الفترات الشوط الاول بيلعب بيه، ان هو يرجع شويه يدي الفرقه ديت انها يعني تشتغل من ورا، ولكن هم كمان حتى مش عارفين يشتغلوا من ورا. يعني اعتقد الضغط عليهم هيسبب مشاكل كتير جدا. يعني شوف، انت حققت يعني الهدف من الماتش الى الان، سجلت هدف وسجلت الهدف الثاني، وكان ممكن تسجل هدفين وثلاثه كمان. يعني في فرصتين ضايعين، واحده من بيرسيتاو اللي بدماغه، واحده ثانيه من حمدي فتحي اللي اتلعبت جوه ال 18. الوقت ده يا كابتن ايمن بقى بتاع التخطيط للمباراه اللي جايه، تمام؟ مش بتاع الماتش ده خلاص. انت الماتش ده اعتقد يعني كلنا متفقين ان الماتش ده انت كسبان، فالنهارده حتى ممكن يبقى عندك فرصه انك يعني تريح وتشتغل بلعيبه تانية، لعيبه كمان ما يبقوش بيلعبوا طول الوقت. يعني انا مثلا يعني عبد المنعم ماشي، ممكن اريحه شويه. علي معلول من اللعيبه اللي لازم ترتاح، محمد هاني من اللعيبه لازم، علي وديانج، حمدي فتحي، يعني في لعيبه اللي بتعتمد عليها بشكل اساسي لازم الشوط الثاني يبقى تاخد نصيب من الراحه. انت عندك مباراه السبت اللي جاي، واعتقد مباراه الثلاث اللي بعديها هتلعب صن داونز هناك في صن داونز. عندنا ماتش كمان يومين مع المقاولين، ثلاث يوم ال يوم الثلاث. الرابطه ما انا بقول لك الثلاث، وعندك السبت اللي بعديه، وعندي سبت سفر جنوب افريقيا، السبت اللي بعديه بالظبط. ففرصه دلوقتي انك تشتغل بقى وتبدل اللعيبه وتريح اكبر يعني عدد من اللعيبه اللي بتستعين بيهم بشكل مستمر، تمام؟ لان خلاص انت المباراه في متناول الايد. يعني انت النهارده يعني هم كمان مش خطر خالص، يعني ما راحوش على الجول ولا مره، تمام؟ انت مسيطر وبتلعب كره كويسه وسجلت الهدف الاول، اي نعم تراجعت بعض الشيء، لكن برضو قدرت تسجل الهدف الثاني. قصدي المباراه بالنسبه لك سهله، ممكن يعني كمان زي ما قال كابتن اسامه تسجل الهدف الثاني سوري الثالث والرابع والخامس، يعني تقدر الجيم يبقى مفتوح اكتر من كده. هم بيحاولوا قدر الامكان يقفلوا عشان السكور، عشان النتيجه ما تعلاش. يعني هو بيعمل ايه؟ هو دلوقتي الكره بتتقطع، كلهم بيرتدوا في نص الملعب، وكمان ما بيدافعوش من يعني بيحاول يدافع من على ال 18، بحيث ان المسافه ما بين الجول وما بين اخر لاعب تبقى هي المسافه اللي الكره بتبقى فيها سريعه، فالجول ياخدها. فاهم قصدي؟ يقدر يغطي فيها يعني. فالنهارده هو النهارده حكمك بالحته الدفاعيه، عكس ما كان بيلعب صن داونز، وعكس ملاعب الهلال الجيم كان مفتوح شويه، هو عايز يخش لانه بيلعب على ملعبه. النهارده بيلعب بره ملعبه وخد جول من الاول، فابتدى يغير الاستراتيجيه بتاعته. انت النهارده عملت حاجه جيده ومش جيده في نفس الوقت، اديته مساحه انه يشتغل بس ما ضغطتش، فضلت موجود في نص ملعبك، ما جربتش ازاي تضغط. انا كنت اتمنى انك تضغط على الفرقه دي. خد بالك انت صن داونز هناك مش هينفع تشتغل غير باسلوب الضغط، لان الهجمات المرتده السريعه على صن داونز هم سرعة كمان، يعني هنا مثلا في بطء شويه لكن صن داونز سرعة. فانت المفترض ان انت النهارده الماتشات اللي زي دي انا كمدير فني بجرب فيها، بقول لا انا عايز اضغط، عايز اجرب اسلوب الضغط العالي. هيعمل ايه؟ هضغط من بيرسيتاو، وهضغط من طاهر، وهضغط من شريف. او ممكن يكون ليه فكر مختلف في ماتش صن داونز. يعني هم بيلعبوا كوره كويسه قوي وبيعرفوا يتصرفوا، وعندهم حلول في المساحات الصغيره حتى. طب لان ده اسلوب لعبه هو ممكن يقفل او تفكيره يعني يقفل نص الملعب بتاعه تماما ماتش صن داونز، ويسيب لهم السيطره والاستحواذ في نص الملعب ويلعب على المرتد. انا هقول لك، بص يا كابتن، انت الخطوره على صن داونز في نص ملعبه ومش في نص ملعبك. الخطوره انك تقطع وتضغط وهو بيحضر، مش انك تسيب له نص الملعب. هو مسرع جدا، الباك رايت سريع جدا، والليفت باك سريع جدا، والاثنين سرد باكات سرعة جدا، وحارس المرمى يعني جامد جدا جدا، وبيطلع يعمل التخطيط بشكل كويس. ما انت هتقفل. فكون ان انت كابتن، كون ان انت بس اسمعني، يكون ان انت النهارده تسيبه يحضر ويشتغل، انت عايز تكسب. تشتغل في نص ملعب. انت عايز تكسب ولا عايز تروح تتعادل هناك او تتغلب؟ عايز تكسب. لا هو ده ممكن تكسب بالاسلوب ده برضه، عايز اخسر. يعني ممكن زي ما ايمن بيقول الكوره هتبقى الكوره كابتن، الكرات الطوليه هم مسرعه جدا. خد بالك الكلام ده يتماشى مع فرقه، تمام؟
عندهم مشاكل في الـ في الـ في الـ في الهجمات المرتده. هنتكلم فيها بعد الماتش. عموما نتيجه طيبه للنادي الاهلي الشوط الاولاني، نتمنى الزياده ان شاء الله في الشوط الثاني. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني لتحقيق المزيد من الاهداف وبالتالي تحقيق الفوز. وزي ما قالوا نجومنا الكبار، انت بتدي يعني جرس انذار للفرق اللي انت هتلعبها بعد كده، واولها صن داونز. صن داونز ان شاء الله الشوط الثاني ان شاء الله يشهد المزيد من الاهداف. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الثاني، انتظرونا.